يا جماعة افعلوا الخير. النبي يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله لا يندم من فعل خيرا في أي مكان. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. يا أخي افعل، تصدق، امسح على رأس يتيم، صل رحمك، سلم على جارك، حاول تكون سبب في حل مشكلة، أصلح بين اثنين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجر، افعلوا الخير. باختصار شوفوا حديث الرسول، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنت خايف من حادث لا قدر الله تموت ميتة جيدة؟ خايف أن الله يبتليك قبل موتك؟ خايف من فضيحة؟ خايف أن الله يسلط على ولدك أو على أهل بيتك؟ اجعل عندك بسيط في فعل الخير، ترى أفعال الخير تقي هذه